Team B. മത്സരം തുടരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കോൾ, ലെറ്റർ ബി ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة البردة التي ألفها عاشق الرسول محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكري جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقاء كلماتي وأومد البرق في ظلماء من إظامي. مولاي سلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير للخلق كلهم. فما لي عينيك إن قلت كفوفها متى. وما لي قلبك إن قلت استفق ياهمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترق دمعنا لا تللي ولا أرقت لذكر الباني والألم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا الله.
الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأثبت الوجد خطي عبرات وغنا مثل البغاري على خطيك والعلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا سب مل کر بولو مرحبا ہر حال سے بولو
مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وابي عبيدة وابن عوف عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله حبيبي يا نسيب الله يا رسول الله حبيبي يا نسيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ജനറൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ഖസീദ പാരായണം തുടരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കോൾ ലെറ്റർ സി. ജഡ്ജസ് പ്ലീസ് നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോൾ ലെറ്റർ സി ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്.